الآن عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم. حضر اللقاء دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. وخلال اللقاء أطلع رئيس الوزراء أعضاء الاتحاد على الإجراءات التي تتخذها الحكومة استعدادا لاستضافة الدورة المقبلة من بطولة كأس العالم لليد رجال المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام القادم. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد قائلا: سنضع كل طاقاتنا وقدراتنا لإخراج هذه البطولة بالمظهر الذي يليق بمكانة مصر وشعبية هذه اللعبة عالمية. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ترحيب بلادها باستعداد الاتحاد الأفريقي إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس إن روسيا ترحب بإعلان قيادة الاتحاد الأفريقي في ختام قمة الاتحاد في أديس أبابا. وأضافت زاخاروفا قائلة: ننطلق من حقيقة أن نشاط المراقبين العسكريين الذي ينبغي أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد في التسوية الليبية من الممكن أن يصبح مساهمة كبيرة في جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع في ليبيا. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ارتفاع حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 2791 والإصابات المؤكدة إلى 78959 شخصا حتى نهاية أمس. وأكدت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 327 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و44 حالة وفاة أمس، مضيفة أن 41 حالة من الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس بوسط الصين وحالتين في بكين، فيما تم تسجيل 318 إصابة مؤكدة في هوبي وتسع حالات في باقي أنحاء الصين. قالت وزارة الصحة في نيجيريا اليوم إنها سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي في ولاية لاغوس. وأضافت الوزارة أن الحالة التي تأكدت يوم 27 من فبراير الجاري هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020. ومن جانبه كشف دكتور تيداروس أدحانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن الإصابات خارج الصين بلغت 3474 حالة و54 حالة وفاة في 44 دولة. ورياضياً، يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الترجي التونسي في 6 من مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الذهاب بدور 8 من دور أبطال أفريقيا. ويبحث الفارس الأبيض اليوم عن تحقيق الفوز بفارق كبير من الأهداف يريحه قبل مواجهة العودة في 6 من مارس المقبل. كان الزمالك قد توج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على الترجي 3 مقابل هدف. ويسعى الزمالك للمنافسة على اللقب الأفريقي الغائب منذ التتويج 5 باللقب عام 2002، فيما يأمل الترجي في الفوز بالمباراة للثأر من الزمالك وضمان نتيجة مريحة قبل مباراة العودة على أرضه.